عالية وغازية ونزية في أحمر بالخط العريض، استقبلوهم معي. مساء الخير، تفضلوا هون. مساء الخير، تفضلوا. ممدوح اكتملت العائله، مساء الخير. زوجته عالية وغزية ونزيهة، اولاد ممدوح ايضا كمان معنا، مساء الخير لكم. اهلين وسهلا. مساء الخير. اهلين. اهلا وسهلا. يلا عالية، انت الزوجة الاولى، تفضل. اهلا وسهلا. صار لك قد ايه، صار لك قد ايه مزوجتي لممدوح؟ 25 سنة. 25 سنة. كيف تعرفت عليه؟ بابن عمي من فرد بلد، تعرف على بعضنا جيران. وحبيتيه؟ حبيته وحبني. ايمتى قرر يتجوز عليك؟ ايمتى قال لك بدي اتجوز عليك؟ ايمتى؟ يعني كان عنده شيء 15 سنة. من 15 سنة؟ أم كان عمره 15 سنة؟ لا، كان لي عنده أنا شي 15. كان صار لك مجوزة 15 سنة؟ أيوة. بعد 15 سنة قال لك خلص يا عالية بدي أتجوز. زعلتي؟ زعلت. بعد شوي لقيتها الأمور طبيعية. يي، كيف رضيتي بسرعة؟ لا، رضيت بسرعة. فكرت يعني ما في منها فكي هالشيء. وبعدين يعني بيجيبوا. ليه زعلتي لكن؟ ليه زعلتي؟ ليه زعلتي؟ ما في إنسان إلا ما يزعل. تزعل وبعدين الامور طبيعيه. ممدوح ليه زعلتها؟ ممدوح؟ نعم. ليه زعلتها؟ قالت زعلت، زعلتها زعلت بس رضيتها بعد يوم. كيف أو اثنين. كيف بترضيها؟ كيف رضيتها؟ لانه بتعرف حالها غاليه وعزيزه رضيتها. وما في مجال، انا بحب اجاب الاولاد واخذتهم ثلاثه من شان الاولاد فقط. كم ولد جبت من عليا؟ عليا 12. الله يخلي لك اياهم. عليا 12 وغزية 7 ونزيهة 2. غزية 7 ونزيهة 2. نعم. يلا غزية، انت نعم. الزوجة الثانية. نعم. جوزك، كيف تعرفتي على ممدوح؟ تعرفت عليه، كان يروح ويجي اشترى من عندنا لحمة، حبينا بعضنا وخدنا بعضنا دغري هيك على السريع. خبرك انه لحمة ببلاش. خبرك انه هو مجوز من عليا؟ خبرك؟ كان صريح معي. شو قلتي له؟ انه انت رح تكوني ضره يعني. ايه، رضيت اول شيء ورديت بطلت، بعد سنتين ثلاثه كتب النصيب واخذته. اول شيء ليه رفضتي؟ رفضت، قلت صاروا له الاولاد ومره ومدري شو وهيك كذا، قمت رفضت. بعد سنتين ثلاثه رجع عمنا وفقنا. كان همك تتعرفي على در على زوجته الاولى، على درتك قبل ما؟ لا، ما كان بدك تتعرفي عليها. ليه؟ لانه هي بضيعه وانا بضيعه. انت اللي بالبلد الثاني يعني. ايه؟ انت معادك وحدك هلا. ايه؟ مرتاحة وحدك؟ ايه. جوزته، كيف كانت حياتك انت وياه؟ حياتي ما في احلى منها بنوب. حلو يعني. حب قد ايه استمرت حلوة حلوة كثير؟ شي 10 سنين. بعد 10 سنين شوي تتراجع شوي شوي. كيف تتراجع؟ يعني يروح يغيب ويرجع ويغيب ويرجع، ما انا ما اتحمل. قال لك بدي اتجوز. بدي اتجوز، جوز، رحت خطبت له وجوزته. انت خطبتي له؟ كيف خطبتي له؟ شو يعني كيف خطبتي له؟ هو انا بدي اتجوز. ايه؟ بدك تتجوز اكيد؟ انا اكيد. ما زعلتي؟ عليا زعلت اول شيء. لا، مني زعلت، ما هو من ايه هي زعلت وقتها بدي اتجوز. ايه؟ انت ما زعلت؟ ما زعلت. ايه؟ رحت خطبت له. انت ومين رحتي؟ انا وامي. انت وامي. وبعدين راحوا البنات حضر العرس والفرح. وقتها رحتي خطبتي له اياها، خطبتي له نزيهه يعني. انت وامك عند نزيهه كنتوا قاعدين بالبيت عم تخطبي له اياها. شو حكيتي انت وامك اخبار؟ ما حكينا شيء بنوب. شو قلتي لها عن نزيهه؟ قلنا لهم بتحبي تاخذي، الله والنبي معك ومعهم غير شر. خذي. شو كان رايك بنزيهه؟ رايي ياخذها، شو انا فرق معي؟ ما فرق معي شيء. انا حقي اخذته عاجلا ام عاجلا. نزيهه مساء الخير. حيوا الزوجه الثالثه. وقت اجت لعندك
عليا هي وامها ونزيها غازيه غازيه ايش اللي عندك هي وامها عم بيطلبوكي شو قلتي انت؟ ما شفت يعني انه رد يعني انه ما حكوا كل شيء الا خير. ما تفاجأت انه مرته جاي تخطب له؟ تفاجأت اول شيء بس انه لقيتها رد يعني اول شيء ما حكيت. ضليتك قبلت كيف تعرفتي على ممدوح؟ كان عنده ميكروباص على طريق الشام جبه. يعني احنا كنا انا وامي جايين من الشام عند اهلي في بيت بالشام كنا جايين بالكراجات تعرفنا وصلنا على الضيعه تعرف على اهلي وهيك ليه وقت عرفتني كنت بتعرف انه مجوز وقتها اول مره لا بس قال لي انا متجوز قلت له يعني لا تفتح الموضوع حطيت انا ما باخذ واحد متجوز بنوب لا تحول مرتين ثلاثه بعد ثلاث سنين كمان تعرفنا ببيروت كمان كنا انا وامي أنا شغلة ببالي هيك، هي كمان إجا طلبني من أمي، قلت له خلص أنا بدي. قد إيه عمرك وقت تزوجتي كان؟ 27. وقد إيه كنت عم قد إيه كان عمرك ممدوح؟ قد إيه كان عمرك لما تجوزت لنزيهة؟ كان شيء لا 52 أثرت فضحت لك عمرك خلص وين يا عم خليلي فضحت لك عمرك يعني النسوان بحبوا يعطوا لي زغرب حاله يكبروا بالزلمه بس الكبير احلى ممدوح اذا بدك توصف لي كل زوجه من زوجاتك بكلمه يعني لعليا شو كيف توصف لي اياها والله كلهم جيدين زوجات لا كل وحده بدك اعطيني صفه لكل وحده وصف لي اياها انت زوجتك بالاخر بكل شيء في الأكل طيبة بالمعاملة مع أكلة طيب لعليا يعني طيب بالمعاملة مع أولاد ضرتها وغزية تتعاملهم كأولادها غزية نفس الشيء أكلة طيب كمان ونزيها نفس الشيء ونزيها نفس الشيء نعم مثل بعض أسرة الحمد لله ما في أحلى من هيك عليا كل قد إيه بزورك؟ كل قد إيه بزورك؟ بزورني على طول عنا نعم على طول عنا بالبيت كم مرة على طول عندك؟ ايه بروح يعني لهون بروح عند غزية بروح لعندها بيوم ولا عندها بيرجع لعندك اي بيرجع لعنا كل قد ايه بزورك غزية ممدوح؟ كل اسبوع مرة مرة بالاسبوع بس بدك اكثر؟ ايه بدك اكثر وما بروح لعندها يعني من اسبوع مره نعم بالعشر ايام ونزيها كل قد ايه بيجي لعندك؟ بده بتحول مره ما بيجي مره بيجي اهلا وسهلا ما بيجي على راحته قاعد على طول عنا على طول عنا ببيتنا عندكم عند اثنين عنا عندي انا عندك انا الاساس قاعد عندي على طول هي الاساس عم بتقول ما بتزعلي ما بتزعلي وقتها بتقول انا الاساس ما انت بتحبيه عم تقولي اكثر وحده اذا حبيته بروح لعنده وقت بدي انا اها بروح لعندها لعنده لهي وعنده انت يعني الاساس الاساس هو اني بروح لعنده مثل ما بتقول رندا هي الاولى يعني بيتي حبيتها كمان بيتي حبيتها بيتك كمان حبيتها. يعني كل يوم بزورهم يعني بتحسوا انه عم بيعدوا بيناتكم ان كان بالعاطفه بالمال نفس طيب كثير وما في احلى منه بس بزوره مره واحده بالجمعه لا انا بروح بزوره اه انت بتروح انت بتزعلي منه غزيه ما بزعل منه بنوب ولا مره ما بزعل شوي بس ما قلبي ما بيقدر يزعل بس قلبي مين بتغاري اكثر شيء ما بغار من حدا والله نزيهه ما بغار من حدا مين بتغاري اكثر شيء ما عادي بالعكس فيني اخبر سر قلتي لي تحت الهوا غير شيء بتعرفي شو قلتي لي بالحرف الواحد فيني اقول قول قلتي لي هالوسطانيه بتغار لا ما قلت عم انا بالحكي ما قلت انت هيك قلتي لي ما بيصار الا ما تغار شوي يعني مين بغار؟ يعني المرأة الا ما تغار لها شوي نعم علاقتكم ببعض كيف؟ بتحبوا بعض؟ لا ما في احلى من هيك ايمتى بتجتمعوا؟ كل يوم نجتمع لا ما هي ببلد تاني يعني. بالمناسبات بتيجي لعنا شو مطرح قد ما بعيد بيسألوكي ارشادات يعني نزيهة وغزية بيسألوكي بعض الارشادات بيقولك انت لانك الاولى انت يعني الاساس بيسألوكي شوية ارشادات علمينا قليلنا شو بيسألوكي؟ بتعلمنا شو بتعلمك؟ تقولي مثلا بتقولي لنا هيك خلي يسوي لك هيك ضرب الغلط قول لهم بعدوا عنه ما لنا فيه نعم هي.
الدرب الصح مشوا على يا اخي انه ما بيمشي حالنا. بسم الله عليك قاعده بالنص وانت ما في احلى من هاي. ممدوح مين اكثر شيء بغار بيناتهم؟ نعم مين اكثر شيء بغار؟ اكثر شيء بتغار نزيهة شوي. مين؟ نزيهة. مين بغار اكثر شيء؟ نزيهة. نزيهة نزيهة. من شو بتغار؟ بتغار بالماء؟ بتغار لا بتغار بس من الرابعة ولا مو من الرابعة؟ من الرابعة بعد ما اجت يحاسب حسيب رابعة جاي على الطريق. بدكم اياه يتجوز وحدة رابعة؟ ايه بدنا نجوز. مين بده يخطب له اياها المرة الرابعة؟ انت كم انت عاليه كمان ونزيهه ما بعرف نزيهه بابا ما بدها نزيهه ما بدها لا عاليه وغزيه هن بده يخطبوا لك اياها بعدين برميت المريض وبرضيها بعدين بنرضيها ما بتختلفوا ابدا بين بعضكم لا ما فيش اختلاف واذا اختلفوا انت بتحل الموضوع بحل الموضوع فورا ما بيطول بنفس الساعه نعم نعم كم ولد عندك هلا ممدوح نعم. من يعني كم ولد عندك بال 22 الكل بالاجمال 22 10 صبي و10 بنات رحبوا مع بروح روعه ورحاب وسمر مساء الخير اولاد اولادك واحفادك نعم مساء الخير روعه بدك روعه مين بتكون والدتك؟ غازية. غازية. والدتك مين بتكون؟ غازية. اثنين غازية، اثنين غازية. عالية. عالية. قد ايه بتتفقوا مع بعضكم؟ كثير. شو به؟ شو اسمه ابنك؟ محمد. نعم؟ محمد. محمد الله يخلي لك اياه. وعلاقتكم كيف مع زوجات بيكم؟ كثير عادية. عادية أم علاقة جيدة فيكم تعتبروها؟ يعني تعتبر جيدة نعم لأنه الحمد لله في تفاهم كثير ومع الوالد كيف؟ خلينا نسأل مع الوالد كيف علاقتك معه؟ كثير جيدة نحن نحب أبي كثير يعني كلياتنا نعم. يعني مع أنه يعني أكثر أوقاتنا مع أمي نعم. بس وأمي ربتنا يعني أكثر أوقاتها معنا بس بنحب أبي أكثر بميز بيناتكم؟ لا بحبنا كلياتنا بنحبه لأنه هو طيب ما بيميز بيناتنا بين الأحفاد بميز؟ أم لا؟ لا بحب الكل؟ بحب الكل تعرفين لكل إخواتك بتعرفوا بتعرفوا بعض كلكم يعني كلياتنا إيه كلياتنا بنعرف بعض شيء أكيد مين بتحبي أكثر شيء؟ كلياتهم كلياتنا إخواتنا ومن زوجات بيك مين بتحبي أكثر زوجة؟ كمان نفس الشيء بس مع شلون؟ محبة أمك أكبر شيء أكيد محبة أمي أكيد أكثر نعم. بس خالاتي نفس الشيء كمان نعم شكرا لكم ممدوح نعم. انت يعني قادر ماليا تقدر تصرف على كل عائلتك الله يخليك اياهم يعني 20 ولد وثلاث نساء ثلاث زوجات الحمد لله متعاونين مع بعضنا وعايشين والحمد لله